الكلمة لكم السيد الوزير. شكرا السادة النواب. هذه العبارة ديال حكومة المال والأعمال الله يخليك لكم، الله يخليكم، لبقينا في احترام. كنا نقولوا بأن حكومة صدقت عليها، صدق عليها هذا المجلس وصدق على البرنامج ديالها، وحنا كنشتغلوا في احترام متبادل. الله يخليكم، هذا اللفظ بغيتكم تجلبوه. ثانيا، يمكن متفقين كلنا على الغلاء، الغلاء عرفوا العالم كامل، يعني نشوفوا هذه النسبة ديال الغلاء ونشوفوا شناهي النجاعة ديال هذه الحكومة في مواكبة هذه الموجة العالمية ديال الغلاء مقارنة مع الحكومات الأخرى في العالم، وغيبان لكم هذا الشيء واضح. المغاربة حسوا بالثقل، حنا ما كننكروش، ما كننكروش، ولكن النسبة أقل بكثير مما حس به مواطنين العالم، ولكن وباقي العاقل العطيات. بالنسبة للعيد، المعطيات اللي عندي ماشي هما المعطيات اللي عندك، اسمح لي، أنا عندي لحولي تباع في المغرب بين 1900 إلى 7000 درهم بحال العام اللي فات، أو خليوا لي نكمل، خليني نكمل، أو ولا سمحتي، أنا سمعت لك يمكن لك تسمع ليا، ها يلا هضرنا على الاحترام المتبادل، أو أحسن، تفضل السيد الوزير، أو أحسن، وبالنسبة لحماية، بالنسبة لحماية المستهلك، حنا ما كنديروه له، درنا 342 ألف عملية مراقبة العام اللي فات، واليوم كان تكتف ديال 20% إضافة على ما عمل العام اللي فات. كما كنقولوا، يمكن الواحد باقي عنده ما يدير، باقي ما درناش كل شيء بحال اللي قلت، الكمال لله. ولكن ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد. ايام 24، عيونكم التي لا تنام.